سلسلة مداهمات قامت بها الشرطة الألمانية في برلين صباح الثلاثاء شملت عدة مواقع، من بينها مكتب جمعية خيرية تابعة لمسجد إبراهيم الخليل في العاصمة الألمانية. الشرطة تشتبه في شخص مغربي في 51 من العمر يسعى لتجنيد مقاتلين لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، ومقدوني يبلغ 19 عاما يقاتل حاليا في صفوف التنظيم في سوريا. نحن نبحث عن أدلة تثبت وجود عناصر إرهابية في المنطقة، والأدلة قد تكون وثائق أو مواد تدريبية. نريد كذلك الحصول على معلومات حول عدد المجندين وهويتهم، لأنهم يدربون على تنفيذ الهجمات، وهذا يشكل خطرا محتملا عند عودتهم. ومن بين المواقع التي شملتها المداهمات مكاتب الجمعية في حي تيمبلهوف شامبرغ غرب برلين وسبع شقق محاذية. الشرطة الألمانية أشارت كذلك إلى وجود تحقيقات جارية منذ شهور على خلفية التخطيط لجرائم عنف تعرض أمن الدولة لخطر كبير.